المشكلة الرئيسية التي تمنعنا من أن نتجاوز الأزمة ونحاول أن نخرج منها هي بالفعل أنه اليوم قادة الرأي صاروا بشكل أساسي هم رجال الدين، ورجال الدين ليس لديهم معارف حقيقية لا بالمجتمعات ولا بالسياسة. يعني الواحد بيفتح الجزيرة، بيفتح القنوات، رجال الدين يسيطرون على كل شيء. مش صحيح اليوم أنه هن الأقلية. اليوم رجال الفكر ليس لهم دور، رجال السياسة ليس لهم دور. المجتمعات العربية هي رهينة سلطتين، سلطة الدكتاتورية السياسية، دكتاتوريين أصلاف يعني لا إنسانيين في قمع وقهر للحريات وللأفراد ولسحق الفرد وإذلاله، وسلطة رجال الدين حتى المعادين لهذه الأنظمة الذين يستبدون بالرأي العام العربي. اليوم الرأي العام العربي هو رهينة رجال الدين من كل أنواع، رجال الدين ورجال الإسلام والإسلاميين من كل الأطراف. وهناك نوع من التحالف الموضوعي أقول غير المعلن بين الدكتاتورية السياسية وبين دكتاتورية أصحاب السلطة الدينية من جميع الفرق، الذين يقومون بالمستحيل حتى يبعدوا ويستبعدوا كل أصحاب الرأي الآخر، السياسيين والمفكرين والمثقفين، سواء باتهامهم بالعلمانية يعني بالكفر، أو اتهامهم بالحداثة، أو بالعلاقة مع الغرب، أو بالعمل مع الاستعمار، وهم في سلوكهم لا يختلفون كثيرا عن سلوك النظم الدكتاتورية العربية. المسؤولين اليوم عن الحركات الإسلامية هن ربحانين الحرب ما في شك، واللي بيشوف أجهزة الإعلام العربية ربحوا الحرب الثقافية. بمعنى اليوم الإسلام هو الحل، هي أنا قناعتي أنه 90% من الرأي العام العربي ما عندوش فكرة تانية. الجزيرة اللي هي اليوم أهم قناة بيشوف الرأي العام العربي هي نموذج للتحالف بين المسؤولين السياسيين اللي هن كلهم دكتاتوريين اللي بيطلعوا كل يوم، وبين الحركات الإسلامية والمفكرين الإسلاميين والتيارات الإسلامية. ما في حد، ما عاد في لا مفكرين ولا مثقفين ولا أدباء ولا أي شيء. أحيانا بعض المعلقين 3 دقائق بيعطون بعض الأخبار. ما لا نستطيع أن نعيد بناء مجتمعنا على هذا الصراع.